بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي مع بعض عن الأسس العامة للتفصيل. الأسس العامة للتفصيل احنا يمكن حاطين لها 4 نقاط رئيسية. أول نقطة خاصة بتجهيز وإعداد الباترون للقص. تاني نقطة عندنا اللي هي خاصة بتجهيز القماش قبل ما نحط الباترون عليه. تالت نقطة اللي هي خاصة بوضع الباترون، طريقة وضع الباترون على القماش. والنقطة الرابعة اللي هي طريقة تحديد بقى علامات الخياطة وعلامات القص. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن أول نقطة اللي هي تجهيز وإعداد الباترون القص. ويمكن قبل ما نتكلم عن إعداد الباترون القص مهمة قوي أول خطوة عندنا إن إحنا ناخد المقاسات بطريقة دقيقة ومظبوطة، فدي بتبقى أول نقطة مهمة إن أنا أطلع بملبس جيد في النهاية. بعد موضوع أخذ المقاسات أرسم باترون بطريقة صح وأتأكد إن هو مظبوط قبل ما أحط عليه الموديل أو التصميم بتاعي. بعد كده الباترون اللي قدامنا دلوقتي دوت عبارة عن باترون بلوزة، وهو طبعا المفروض الموديل بتاعي أنا رسمته على الباترون الأساسي. مهم قوي بقى دلوقتي قبل ما انا احط الباترون على القماش ان يكون عليه البيانات كامله، يعني هنا مكتوب مثلا خط نصف الامام على نسيج اذا كان مفتوح او متني، مكتوب هنا ان ده بحدد ده الخلف او ده الامام، مكتوب عندي خط الديل، احدد بعدها اتجاه النسيج، ودي حاجه مهمه جدا بتؤثر في شكل الملبس في النهايه، يبقى عندي اللي هو اتجاه النسيج المحدد ده. ويمكن حتى لو ده مش موجود بجد ان هو الخط الدغري بتاعي ده برضو اتجاه نسيج تاني، فيمكن عندي الخلف والامام واضح عندي برضو الامام اهوت موجود عليه البيانات كامله، يبقى المفروض الباترون بتاعي كامل بنفس الطريقه ديت قبل ما احط الايه الباترون على القماش. البيانات كامله عندي وموضح عليه اتجاه النسيج. هبدا دلوقتي اتكلم على النقطه الثانيه اللي هي خاصه بقى بتجهيز القماش قبل ما احط عليه الباترون. هنتكلم عن النقطه بقى الثانيه دلوقتي اللي هو تجهيز القماش قبل ما احط الباترون عليه. هو احنا دايما لما بنشتري القماش بجد ان الحرف بتاعه مش متساوي بالطريقه دي كده، فطبعا عشان انا ابدا اساوي القماش من هنا ببدا انسى الفتله من الناحيه اللي هي بلاقيها نازله شويه، يعني احنا لو لقينا ممكن اختار الناحيه اللي نازله شويه من هنا اشوفها الناحيه نازله فين وابدا ان انا انسى الفتله وابدا انها ايه اعمل بالدبوس بتاعي كده. الفتله دي لما اشدها بتعمل لي فراغ مكانها، بنشد الفتله بتاعتنا كده عشان نساوي طرف القماش، بلاقيها بتعمل لي ايه زي كشكشه كده، بستمر طبعا لجيت ايه النهايه وبتديني طبعا مطرح الفتله اللي انا شديتها دلوقتي بدي فراغ مكانها. مجرد ما نشد بقى القماش تاني كده بتديني فراغ واضح هنا اهوت، ابدا ان انا ايه الفتله حتى لو اتقطعت معايا بستمر معاها ان انا اشدها بالدبوس تاني. واكملها لغايه النهايه. لو احنا بنشد الفتله ولقينا ان النسيج بتاعي وارب قوي يعني نازل بطريقه مايله اكتر من كده، في الحاله دي انا ما بحاولش ان انا اعمل التنسيل بتاعي وبرجع تاني، ويفضل في الحاله دي ان انا اعمل تسويه بالمسطره على طول والقلم الرصاص، لان في الحاله دي بيكون النسيج هو نفسه وارب. انما بالطريقه اللي احنا فيها دلوقتي او في الحاله اللي احنا فيها دلوقتي موجود خط اهو دلوقتي هنبدا نقص عليه. بعد ما شدينا الفتله عشان نظبط طرف القماش هنا بنلاقي فيه تنسيل واضح اهوت، بنبدا بعد كده نقص على التنسيل اللي طالع عندنا. بس طبعا مش مفروض ان احنا نخرج عن التنسيل ده على اساس ان احنا الهدف من الخطوه دي ان احنا نساوي بدايه القماش. احنا بالطريقه دي كده سوينا طرف القماش هنا. المفروض بعد ما انا اساوي القماش كده بتاكد ان هو مش وارب تاني، لان لو حاسه ان هو فيه ورب بسيط حتى تاني بعمل شد للقماش بطريقه عكسيه، يعني الناحيه اللي هي نازله شويه دي ممكن اجي على مسافه من القماش وابدا اشد عكسي بالطريقه دي كده. في الحاله دي بتظبط لي اتجاه القماش. ابدا بعد كده نتني القماش بقى تجهيزا لوضع الباترون في الخطوة اللي جاية.